ضمن عندنا في محاضرتنا في مالتي ميديا ابلكيشن تولز. راح نيجي شوي على الكومبوننتس اوف مالتي ميديا، لانه هذا الموضوع له علاقه بالكومبوننت اوف مالتي ميديا تولز. المالتي ميديا مثل ما قلنا في المحاضرات السابقه هي تتضمن عده اشكال من الداتا، اللي هي التكست، اللي هي الاوديو، اللي هي الايمج، اللي هي دروينج، الانيميشن والفيديو. وارجع واقول انه هذه عباره عن ديجيتال فورمات، ديجيتال حتى نستطيع ان نعالجها في الكمبيوتر. كيف امثله انه شلون هذه الماتيريال او هذه الاشكال الموديلتيز شلون راح نوضحها مع بعض حتى نستخدم. عندنا امثله على عديده عليها، وهي مثل فيديو تيليكونفرنسز اللي هي المؤتمرات الفيديوية عن بعد، هي distributed lectures for higher education، عملية توزيع المحاضرات على التعليم العالي. تيليميديسين التطبيب أو الطبابة عن بعد. الكوبوريتيف ورك انفايرومنت هي بيئات العمل التعاونية. أيضا هناك searching لعدد كبير من الفيديوهات والإيمج، والهدف منها هو الهدف من الأشياء لغرض الوصول إلى الهدف من الأشياء المرئية الموجودة عندي ضمن الفيديو وضمن الإيمج. أيضا عملية الواقع المعزز augmented reality placing real appearing computer graphic and video object into the scene، يعني تشوفون بعض مرات عملية وضع الجرافيك والفيديو على يعني الأوبجكت الأشياء في مشهد معين، بكل بساطة وضع حتى تشوف شخص يلقي أخبار بس وراء مثل مدينة معينة أو وراء فد منظر معين لا إلى علاقة بالاستوديو، فقط هي عملية دمج هذا المشهد في اللقاء المعين. أيضا making multimedia components editable، يعني أيضا جعل مكونات المالتيميديا قابلة للتعديل. هذه الأمثلة اللي ذكرناها دائما تشتمل على تكست وتشتمل على اوديو وتشتمل على فيديو على جرافيك وعلى ايمج والى اخره. راح نجي الى المحاضره الاصليه في هذا اليوم، وهي overview of multimedia software tools. راح ناخذ نظره سريعه عن هذه التولز. التولز هي available for carrying out task in multimedia، وتلاحظوها هي عباره عن 6 تولز وهي متعلقه بالكومبوننت اوف multimedia. فأكو تولز مختصة بالميوزيك سيكونسز انوتيشن، نوتات والتسلسل الموسيقي، لأن الموسيقى هي جزء من المالتي ميديا. أيضا ديجيتال أوديو هو الصوت الرقمي. أيضا لاحظوا إذا رجعنا على الصوت والموسيقى وهي بارت مهم من المالتي ميديا. ثم الجرافيك اند ايمج إديتينج، وهي الجرافيك الرسوم بالكمبيوتر والإيمج وعملية التعديل ومعالجة الصور والجرافيك باي كمبيوتر. إيمج جزء مهم جدا من المالتيميديا. الفيديو إديتينج معالجة الفيديو وتعديلات اللي تتم من خلاله. أيضا أنيميشن، وطبعا أنيميشن الأشياء المتحركة، وهذا كلها موجودة. والمالتيميديا أوثرنج عملية الحصول على تطبيق مالتيميديا متكامل. إذا تلاحظون هذه التولز اللي هي متوفرة من أجل تنفيذ مهام معينة في الصوت والصورة والجرافيك اللي هو جزء أيضا شكل من أشكال الصور والفيديو والإنيميشن، ومن ثم كل هذه تركيبها في تولز معينة اسمها مالتي ميديا أوثوري. وقسم من الطلاب وقسم من الناس أيضا مهتمين فيها. راح نجي على واحدة واحدة من هذه التولز. فالميوزيك سيكونسنج انوتيشنز اول تطبيق او اول تولز مستخدمه هي نسميها برو اوديو او كاب وورد، نسميها برو اوديو. هذه البرو اوديو راح اشوفكم شنو هو حتى انتم تشوفوه، اذا يمكن اشوف اذا اقدر ادخل على اليوتيوب واشوفك هذا الشكل. يبدو ما نقدر ندخل على هذا لأنه النت، والله موجود نت.
ريستارتنج باور بوينت يبدو طلع من هذا اوكي. يبدو ما راح اقدر ادخل على اليوتيوب مباشره حتى اراويك، بس راح اراويك صور من هذا. اذا الميوزك سيكونس انوتيشن هو عندي عده تولز، اللي اول واحد هو البرو اوديو، وهذا اللينك راح اعطيكم اياه بامكانك انت في البيت تشوف شنو معنى هذا هو الميوزيك سيكونسز انوتيشن. السيكونسر هو جاي من كم فروم اول ذا ديفايس ذات ستورز سيكونس اوف نوتيشن، اللي هي الام اي دي اي الميوزيكال انسترومنت ديجيتال انترفيس. هذا البرو اوديو يمكننا من وضع مستعد. نعم بس الشاشه ماكو قدامك. شاشه ماكو؟ ايه لحظه واحده شوف، بس انا شيرنج مسوي لكم شيرنج، بس ليش ما يطلع الشير؟ خلنا نشوف، نروح على الشير. هو يبدو هسه موجود عندكم الشاشة؟ لا دكتور ماكو. صباح الخير طلاب، شلونكم؟ ان شاء الله كل بخير. طبعا يمكن دكتور ناصر طار عنده مشكله بالانترنت، يعني هو بالدوام، يعني من دوام افتح لكم محاضره، فخليني انتظر شويه بس اكيد ارجع لنا.
بس الأهو دكتور المايك حضرتك مغلق، قاعد اسمع صوت حضرتك. الشكل صحيح. العفو، الصورة وصلت لكم؟ دكتور الشيرنج صاير للميت مو للبرزنتيشن. شيرين للميت؟ للميت يعني ظهر عند حضرتك يمنا، يعني الميت اللي عند حاستك. لحظة واحدة هسه أشوف الشيء. تمام دكتور. هسه دكتور اوكي تمام دكتور هسه ظهر هسه تمام. انا اسف جدا لانه الشبكه شويه فصلت ورجعت. طيب نرجع الى السوفت وير تولز اللي قلنا هي متعلقه بالكومبوننت اوف مالتي ميديا. لكل جزء من المالتي ميديا هو الى تولز خاصه فيه، فاكو جزء خاص في الميوزك سيكونس في الموسيقى والديجيتال اوديو، قسم بالجرافيك والايمج اديتنج، وقسم بالفيديو، وقسم بالانيميشن، ثم التولز الاخرى المالتي ميديا واثورنج تولز اللي راح نشوفها هي ماكرو ميديا فلاش وماكرو ميديا دايركتر. فاول واحد لما نجي على الميوزك سيكونس نوتيشن موجود تولز فيها، اللي هو اول برنامج اللي هو كيك ووك اللي هي نسميه البرو اوديو. هذا اللينك نعطيكم اياه يعني بالبيت ممكنكم تشوفوه، لان هنا عندي شبكه يبدو صعبه. السيكونسر جاي من الاجهزه القديمه اللي كانت تستطيع ان تخزن لي السيكونسز مال النوت، يعني تسلسل النوتات الموجود الموسيقيه. واحد من عدها هو الام دي اي ميوزيك انسترومنت ديجيتال انترفيس. فائده هذا التولز انه يساعدني في ان ادخل الويف فايلز. الويف فايلز هي ملفات صوتيه. هسه اي ملف صوتي تشوفه بموبايلك او جهازك تلقيه دوت ويف، معناها الصوت. كذلك راح يدخلك على الويندوز الان سي اي اللي هسه راح اشوفكم اياها. هذه الويندوز ام سي اي اللي هي مالتي ميديا كنترول انترفيس. وهذه التولز موجوده، احنا نستطيع برمجتها وفيها ازرار لو تشوفوها وكانما هي مثل ازرار المسجل السابق اللي هي راح تشوفون السويتش الموجود هنا على جهتي الاقصى اليسار راح يكون بريفيوس يعني السابق، ثم نيكست، ثم بلاي، ثم بوز، ثم باك، ثم ستيب، ستوب، وريكورد. هذه كلها احنا كنا بامكاننا ان نبرمجها وبامكاننا ان نتعامل مع كل الملفات الصوتيه والفيديوية بهذا المجال. ايضا هناك كيوبيس انذر سيكونسز اور اديتنج بروجرام وذ كابابيلتي سيميلر تو ذوز اوف كوب وورك انكلود ديجيتال اوديو اديتنج تولز. هذا يتضمن بالاضافه، هذا يشبه التولز الاعلى لكن في تولز مختصه في معالجه الديجيتال اوديو الديجيتال يعني الصوت الرقمي. ايضا عندنا ماكروميديا ساوند اديت، راح يكون هذا ايضا هو عباره عن البروجرام من اجل ان نحصل على اوديو فور مالتي ميديا بروجكت اند ذا ويب. هذه المالتي ميديا بروجكت، تطبيقات المالتي ميديا وكذلك على الويب نستخدم هذا التولز ذات انتجريتس ويل وذ ذا اذر ماكرو ميديا برودكت سوتش از ماكرو ميديا فلاش اند دايركتور. هذا الماكرو ميديا ساوند اديت مرتبط ارتباط جيد مع الماكرو ميديا فلاش والدايركتور راح نجي بعد شوي. هذه التولز كلها متعلقه بالميوزك سيكونسز اند نوتيشن. هذا هو الجهاز الاول اللي هذا الجهاز الاول اللي هو اللي هي برو اوديو تشوفونه امامكم. تشوفون الموجود فيه هو ميوزك كرييت 7 از ا فان ايزي اند فاست واي to create original music or remix your favorite song. بإمكانك أن تمزج الأصوات، تمزج الموسيقى مع بعضها، وبإمكانك أن تسوي كليب بكل بساطة. هذا السيستم المسؤول عن التوزيع النوتات. هذا تقدرون تشوفوه بالتفصيل باللينك مال اليوتيوب الموجود أعلى الصفحة أو أعلى السلايد.
الام دي اي هو allow multiple instruments اللي هذا امامكم السيستم to be played from a single controller. الام دي اي هو جمعوا اربعه اجهزه مع بعض خلوها في جهاز واحد. الاجهزه الاربعه اللي كانت هي عباره عن فول سايز كيبورد انسترومنت بلس اوتو بورد، وكذلك الموجود عندي الجزء الاخر اللي هو ميكسينج اند افكتس يونت، وحدات الدمج ووحدات المؤثرات الصوتيه الاخرى. هذا هو الام دي اي السيستم الموجود امامكم. من اجي على الديجيتال اوديو، هناك ايضا تولز ديل وذ اكسسنج اند ايديتنج، عمليه الدخول على الصوت ومعالجته. ذا اكتشوال سامبل ساوند ذات ميك اب اوديو. طبعا هنا السامبل يعني اقدر ادخل على السامبل ساوند. ليش اقول السامبل؟ السامبل معناها ديجيتال، لان الساوند بالحاله الاعتياديه هو عباره عن ويف، عباره عن موجه، وهذه الموجه هي عباره عن انالوج، والكمبيوتر لا يعالج الانالوج، ولذلك سوينا لها سامبلينج، ثم بعدين نسوي لها كوانتايزيشن. راح نجي في محاضرات لاحقه راح تصير سامبلينج اند كوانتايزيشن، نحولها من انالوج الى ديجيتال. واحد من التولز المهمه في الصوت الرقمي هو الادوبي اوديشن، وهذا الادوبي از باورفول بوبولار ديجيتال اوديو تول كيت ذات ايميليت ا بروفيشنال اوديو ستوديو، كانما هو استوديو للصوت، انكلودينج مالتي تراك برودكشن اند ساوند فايل اديتنج. المالتي تراك برودكشن شايفين بعض مرات بالسي ديات مالتكم مالت السياره وغيره، تلقي موجود في تراك نمبر 1 تراك نمبر 2 تراك نمبر، يعني بامكانك ان تسجل الصوت على تراكات مختلفه مواقع ضمن السي دي او الدي في دي، عكس ما السي دي هسه الموجود عندك حاليا لما تسجل عليه بيانات، هذا يسمى وان تراك، يعني البيانات مسجله عليه من البدايه الى النهايه بشكل حلزوني عليه. فهذا يساعدني في ان اسجل مالتي تراكس برودكشن ساوند فايل، معالجه ملفات صوتيه، وكذلك along with digital signal processing effect، كذلك مؤثرات المعالجات الرقميه او الاشارات الرقميه. هناك ايضا تولز استاذ بلا صح، ما عرفت الفرق بينه وبين السي دي العادي اللي نسجل عليه. لا ما اقول السي دي العادي هو تراك واحد، يعني البيانات تقريها من البدايه الى النهايه مسجله متسلسله وحده ورا الاخر، بينما المالتي تراك لو شوفين بالراديو او بالسياره متخلين سي دي بالسي دي درايف، تقدرين ترحين للتراك نمبر 1 تراك نمبر 2 تراك نمبر 3، هذا كل تراك الى موقع الخاص فيه والبيانات مسجله، يعني تصميمه مثل تصميم الهارد ديسك. الهارد ديسك هسه متسجلين عليه بيانات موجوده، تلقين تسجلين فايل، هذا الفايل راح يكون ياخذ موقع، وبعض مرات ما يكمل هذا الفايل، يكمل في موقع ثاني. فما تلقين يعني ليس بالضروره تكون بياناتك مسجله بشكل متسلسل، يعني حتى ترحين على النقطة اللي تردين توصليها لازم تمرين على النقاط كلها اللي قبلها، هذا غير ممكن. ولذلك بإمكانك أن ترحين على الأغنية رقم واحد موجودة في التراك نمبر واحد، ما يعجبك نمبر واحد ترحين على التراك نمبر اثنين، بينما لو كان تراك واحد لا، لازم تمشين على اللي قبله، على سبيل مثل ما كان سابقا بالماجنتيك تيب، يعني الكاسيت بالرايت بالمسجل، تتذكرون شريط مغناطيسي، هذا البيانات مسجله عليها متسلسله، فتقريها كلها من البدايه للنهايه حتى تستطيعين ان تسمعين، بينما هذا لا، يكون مالتي تراك مختلف اماكن. التطبيق الاخر اللي هو ساوند فور لايك الاوديشن مشابه له، لكن هذا sophisticated PC based program for editing waiver، هذا فقط لمعالجة ملفات الصوتية باستخدام برنامج حاسوبي بسيط، وبإمكانك أن تعالج الملفات الصوتية. هناك عندك tools آخر اللي هو البرو tools. البرو tools راح يكون integrated high end integrated audio production and editing environment. It offer MIDI اللي قبل شوي صار creating and manipulation, powerful audio mixing, recording, editing software. كل هاي المواصفات موجودة بالبرو تولز. أنا أفضل لو أنتوا كل واحد من
كل طالب يختار يعني يسوي فد ريبورت بسيط ياخذ له كم درجه عليه على هذه التولز، ما هي مواصفاتها، حتى لو يريد يلقي محاضره في نهايه الكورس على يختار مثلا ديجيتال اوديو يعطينا عليه تطبيق شلون يقدر يقطع الصوت، شلون يقدر يسمع الصوت، شلون يقدر يسوي ميكسينج باستخدام هذا الـ 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 باستخدام هذه التولز. ايضا نتفق على درجه معينه راح نعطيكم اياها ان شاء الله. هنجي على الجرافيك. الجرافيك ايضا من الاجزاء المهمه جدا في المالتي ميديا، الجرافيك والايمج اديتنج. واشهر برنامج في الجرافيك كلكم تعرفوه هو الادوبي فوتوشوب، بس قبل ادوبي الستريتر سا باورفل ببلشنج تولز فروم ادوبي، من شركه ادوبي يوزنج فيكتور جرافيك. جرافيك كان بي اكسبورتد تو ذا ويب. هذا الفيكتور جرافيك لماذا؟ لانه انت اليوم انت ترسم دائره ترسمها بمعادله رياضيه ان اكس سكوير بلس واي سكوير يساوي لك سمثينج السنتر مال الدائره، يعني معادله رياضيه، ويمكن ان ترسم خط وشكل دائره، هذا نسميه فيكتور جرافيك. بس انت تقدر ترسم دائره بالايمج، تخلي كل الدائره عباره عن مجموعه من البكسلز المرتبه مع بعضها البعض الاخر. لكن شو الفرق بين الاثنين؟ الاثنين انه الفيكتور جرافيك ما ياخذ سايز، بينما الايمج تاخذ سايز. ولذلك هذا الادوبي الستريتر باورفل ببلشنج تولز فروم ادوبي فقط يستخدم الفيكتور جرافيك حتى ينشئ لنا جرافيك معينه كخطوط كدوائر كاشكال معينه يستخدمها حتى نوضحها على الويب، لان الويب يتطلب من عندنا ان يكون حجم الملفات الموضوع عليها صغيره حتى نتعامل معها. اما بالنسبه لادوبي فوتوشوب كلكم ملاحظي هذا الستاندردز ان جرافيك ايمج بروسيسنج اند مانيبيوليتنج تولز، هذا حصريا لمعالجه الجرافيك والصور. هذا يسمح لنا اللاو لاير اوف ايمج جرافيك اند تكست مع بعض ذات كان بي سيبريتلي مانيبيوليتد فور ماكسيمم فلكسيبيليتي. ايضا راح يكون فلتر في فلاتر موجوده بيرميت كرييشن سوفيستيكيتد لايتنج افكتس المؤثرات الصوتيه. يعني كلكم رايحين للمصور وشايفين تقول له سوي لي شويه وجهي هذا بنمش، شويه سوي لي هذا الصفحه مال الوجه شويه ما مضيئه فيخلي لك اضاءه، شويه سوي شعر شويه رتب لي اياه، يعني ياخذ من الجزء العيشة من الخد يخليه على اليمين، يغير عيونك، يغير يعني حسب ما يريد اي واحد يتعامل. هذا هو معروف بالنسبه لكم، هذا مختص بالجرافيك والميديا اديتنج. يعني بالامتحان لو اجاك ان الادوبي فوتوشوب يوز از راح نقول مثلا مالتي ميديا تولز فور ساوند، صحيح ولا خطا؟ طبعا بالتاكيد راح يكون خطا. اذا ما هو الصح؟ نقول فور ايمج اند جرافيك، وهكذا بالنسبه لبقيه التولز. ايضا عندنا الماكرو ميديا فاير وورك سوفت وير فور ميكينج جرافيكس سبيسيفيكلي فور ذا ويب، ايضا هذا التولز مختص في هو كسوفت وير يستطيع ان يعني يصنع لي جرافيكس رسوم معينه خصيصا للويب. ايضا الماكرو ميديا فري هاند اللي هو التكست اند ويب جرافيك اديتنج تولز ذات سبورت ماني بيت ماب فورمات such as جيف بي ان جي اند جي بي جي. اذا هذه كلها التولز تدعم لي هذه الفورمات للصور، لان هذا التولز مختص في الجرافيك والايمج اديتنج. نجي على الفيكتور جرافيك اللي حكيت لكم اياه. فيكتور جرافيك از ذا كرييشن اوف ديجيتال ايمج، عمليه الحصول على صور رقميه ثرو ا سيكونس اوف كوماند، سلسله من الاوامر ماثيماتيكال ستيتمنت ذات بليس لاين اند شيب ان ا جيفن او 3 دايمنشن. وهذا ايضا الفيكتور جرافيك للناس المهتمين في الايمج بروسيسنج، هذا راح يستخدم of polygons to represent image in computer graphic. والبوليجونز هو عبارة عن نقاط موجودة على الحافة الخارجية للأوبجكت وتوصل بيناتها حتى هو يمثل لك الإطار الخارجي لهذا الأوبجكت، ودائما هاي تستخدم في الإيمج بروسيسنج. نجي إلى جزء مهم جدا من التولز الموجودة متعلق يعني مختصة بالفيديو اللي هي Adobe Premiere، كلكم تعرفون هذه. هذا راح يكون simple video editing tools for non-linearly editing.
لون لينير ايديتنج، بمعنى انه انت بامكانك ان تعالج الفيديو ليس بشكل متسلسل، بامكانك ان تدخل راندوملي، توقفه، تقدمه، تاخره، تاخذ مقطع من عنده، تضيف له مقطع بشكل راندوملي وليس. اذا putting video clips into any order. والفيديو كليب هو عباره عن لقطات من الفيديو وتترتب مع بعض البعض الاخر ويظهر لي الكليب اللي هو 10 دقائق او 5 دقائق، بس هو اصلا هذه اللقطات مصوره في نص ساعه، ساعه زمان، بس يحاول المخرج يختار من عندها مجموعه من اللقطات حتى يطلع الاغنيه، يطلع المطرب 24 ساعة بالأغنية فت 20 بدلا بدل. أيضا الأدوبي بريمير هو فيديو أند أوديو آر أرينج إن تراكس، كما قلنا بروفايد لارج نمبر أوف فيديو أند أوديو تراكس سوبر امبوزيشن أند فيرتشوال كليبس، سواء كان على سين حقيقي أو سواء كان مؤثرات صوتية أخرى عليه. ايضا راح يكون عندنا اللارج لايبراري اوف بيلت ان ترانزيشن فلتر الموشن فور كليبس، كل هذه متوفره بالادوبي بريمير. اذا الادوبي بريمير هو تولز مختصه في معالجه الفيديوهات واضافه المؤثرات عليها وتقطيع الفيديوهات الى اخره. ايضا واحد مشابه لهذا كله طبعا من شركه ادوبي، ادوبي افتر افكتس باورفل فيديو اديتنج تولز ذات انيبل يوزر تو اد اند تشينج اكزيستنج موفيز، وانا شخصيا مسويها كثير يعني حقيقه، سواء كان بالفوتوشوب او بالفيديو، بامكان مطرب اوصل لحد معين ما عجبني الصوت اضيف له صوت اخر. ولذلك تشوفون بعض مرات ان المطربين هو بس واقف بس يحرك بشفايفه، بس هو المخرج هو مخليه مدربه بحيث يوضع له الصوت، يمزج الهياء في المكان المحدد له ويطلع صوته شوية مرتب والأغنية مرتبة وحتى تمشي بالسوق شوية. فأيضا أنا كنت أتعامل مع الفوتوشوب للصور، كنت إذا أخذ صورة وما تعجبني ممكن أقطع جزء من الصورة وأخليه على أركبه على شكل اخر من عندي، يعني اقطع مثلا من حد الكتف مالتي واضيفه على صوره الي ثانيه واطلعها بشكل مضبوط. ايضا هذا الادوبي افتر افكتس راح يكون لايتنينج شادوينج موشن بلورينج لايرز، كل هذه مؤثرات على الفيديو. وتشوفون انتم الافلام اللي تفوز بالمهرجان كان او غيره تشوفون بها مؤثرات صوتيه لا حصر لها، الديناصورات اللي هي انقرضت يجيب لك اياها، يعني هي موجوده هسه بالويندوز، تشوفون كثير من المؤثرات الصوتيه والاصوات بامكانك ان تختار، حتى على الدقه مالتك مال الموبايل بامكانك ان تختار الصوت اللي انت تريده. وهذا طبعا هي من فوائد هذه التولز، حتى تطلع لك شيء يجذب المشاهد وبالتالي تحصل على ارباح كثيره من عنده. ايضا هناك الفاينل كات برو فيديو اديتنج تول باي ابل، هذا خاص بشركه ابل في ماكنتوش فقط. سايبر لينك باور دايركتور، باور دايركتور بروديوس باي سايبر لينك كوربوريشن، وهذا طبعا مشهور للنونلينير فيديو اديتنج سوفت وير، بروفايد ريس سيلكشن اوف اوديو اند فيديو فيتشر، خصائص كثيره للاوديو والفيديو ومؤثرات خاصه وسهل الاستخدام، وايضا يجهز سبورت اول مودرن فيديو فورمات. ايضا عندي الفيديو بها فورمات عديده، من اكثر الفيديوهات اللي احنا بدنا نتعامل معها في حياتنا اليوميه هي الام بي 4، الام بي 4 او جي بي اتش ام بي 4، وهذه الام بي 4 اوديو وفيديو، بس الام بي 3 فقط اوديو. فهذا الفورمات ايضا يدعم لي اكو هناك الاي في سي اتش 2، ما مطلوب منك انه شنو هي هذه الفورمات، بس تعرف انه هي فورمات فيديويه. ايضا يساعدك في سبورت ال 64 فيديو بروسيسنج 64 بت. فهذا طبعا الناس عايشه طبعا على هذه التول، انتم تشوفون ما شاء الله القنوات الفضائيه والاعلانات و و و و والانتاج والافلام، وايش قد شوف ايش قد مواردها، واحنا بس معتمدين على مورد واحد هو النفط، والمشاكل مالتنا واصله مدري وين.
لما اجي على الانيميشن، الانيميشن هو ايضا ابلكيشن بروجرامينج انترفيس، راح نستخدم اللي هو مالتي ميديا ابلكيشن تولز نستخدم فيه. ايضا هناك تولز اخر هو جافا 3 دايمنشن، ايضا هو عباره عن مالتي ميديا ابلكيشن يوزد باي جافا تو كونستراكت اند ريندرينج 3 دايمنشن جرافيكس سيميلر تو ذا واي ان ويتش ذا جافا ميديا فريم ورك از يوزد فور هاندلينج ميديا فايلز. هذا الريندرينج معناه انه سوفت وير بامكاني ان اعمل تحسين على الفيديو او تحسين على الصوره مالتي. هذا يستغرق اوقات كثيره، ولذلك انت في مثل هذه الحاله تحتاج الى مايكرو بروسيسر سريع، يعني اللي هو كان يكون مايكرو بروسيسر سريع، كان يكون مثلا اي كور 7 مثلا الى اعلى من هذا حتى تستطيع ان تسوي ريندرينج. او بعض مرات بامكانك ان تجزئ العمل مالك على اكثر من كمبيوتر ثم بعدين تجمعه حتى تختصر الزمن. ايضا هذا بروفايدز ا بيسك سيتس اوف اوبجكت بريميتيف كيوب سبلاينز الى اخره، مضلعات او في مشاهد البناء الى اخره. ايضا راح يتعامل مع ما يسمى بالاوبن جي ال والدايركت اكس. الاوبن جي ال هو سوفت وير بامكانك ان تستخدم مع لغه السي بلس بلس او لغه الجافا، بامكانك ان تعمل فيه جرافيك، وهذا معظم الجامعات تستخدم الاوبن جي ال هايلي بورتابل موست بوبولار 3 دايمنشن، ومن خلاله تحصل على تطبيق 3 دايمنشن باستخدام لغات البرمجه. اما بالدايركت اكس فهو ويندو ابلكيشن ذات سبورت فيديو ايمج اوديو اند 3 دايمنشن انيميشن. هذا جدا مهم الدايركت اكس، فواحد من الامور راح يجيك بترو اور فولس، هو دايركت هو ويندو ابلكيشن او وورد ابلكيشن، فاذا هو ويندو المن يستخدمه للسبورت فيديو ايمج وكذلك الاوديو عن 3 دايمنشن انيميشن. الريندرينج تولز اللي هي 3 دايمنشن ستوديو ماكس ريندرينج تولز ذات انكلود ا نمبر اوف فيري هاي اند بروفيشنال تول فور كاركتر انيميشن لحروف معينه للجيمز والفيجوال افكت برو والمؤثرات الصوتيه المؤثرات المرئيه. السوفت ايمج ايضا باورفول موديلنج انيميشن اند ريندرينج باكج يوز فور انيميشن اند سبيسيفيك افكتس ان فيلم اند جيم، وهذا معروف في الافلام و ال يعني والالعاب. المايا ايضا سمعانين انتم بهذا السوفت وير اللي هو كومبيوتنج برودكت تو سوفت وير ايمج از ويل از ات از ا كومبليت موديلنج باكجز. هذا ايضا نستطيع ان نستخدمه احنا في المالتي ميديا. والرندر مان رندرنج باكج كرييتد باي بيكسل. طبعا هذه اكو امور احنا ما سمعانين فيها، بس ما يا سمعانين فيها 3 دايمنشن ستوديو ماكسيمم راح يكون ايضا موجود لدينا. الجيف انيميشن باكجز سيمبلر ابروش تو انيميشن. الجيف هو عاده من فورمات الصور المستخدمه في الانيميشن، والجيف هي مجموعه من الصور موجوده في ملف واحد، وهذا الملف نقرا به صوره بعد صوره صوره بعد صوره بيناتهم فارق زمني، بحيث انه انت يعطيك انطباع انه هذه الصوره اصبحت متحركه. وقد يكون في المحاضرات القادمه راح احاول اوضع لك شنو معنى الانيميشن حتى انت تكون بالصوره مالته، او هسه اذا لقيت هذا الملف راح اقدر اوضع لك اياه. راح تشوفه عده صور تندمج تعطيك حركه، تماما تعطيك حركه. فراح يكون عند الجيف كان كونتين سيفرال ايمجز اند لوبينج ثرو ذم كرييت ا سمبل انيميشن. والسيمبلر ابروش هو الجيف انيميشن باكجز سيمبلر ابروش تو انيميت الاو فيري كويك ديفلوبمنت اوف افكت سمول انيميشن فور ذا ويب سبيشلي فور ذا ويب. لينكس اولسو بروفايد. لينكس هو ايضا نوع من الاوبريتنج سيستم بروفايد سم سيمبل انيميشن تولز سوتش از انيميت، موجود في هذا لينكس. لكن احنا عاده نستخدم الويندوز، بس اكو شركات او ناس يستخدمون خاصه في اوروبا يستخدمون اللينكس الاوبريتنج سيستم. عندنا اهم
الجزء الاخير اللي هو مالتي ميديا اوثرنج، هذا التولز هذه تعطيك كومبليت مالتي ميديا برزنتيشن، يعني صوت، صوره، فيديو، انيميشن، مؤثرات صوتيه، مؤثرات مرئيه، لايت الى اخره. فاذا تولز ذات بروفايد ذا كابابيلتي اوف كرييتنج ا كومبليت مالتي ميديا برزنتيشن انكلودنج انتراكتيف يوز كنترول ار كولد اوثرنج او بروجرام. اشهر اثنين بالمالتي ميديا هي المالتي ميديا الماكرو ميديا فلاش والماكرو ميديا دايركتر. الماكرو ميديا فلاش كلكم يجوز كثير من عندكم مستخدمينه، هو بامكانك ان تستخدم ما يسمى اكو ستيج فيه واكو تايم لاين، وهذا التايم لاين بامكانك ان انت تتحكم فيه بحيث انه تخلي الحركه لجزء معين، ثم بعد ذلك يجيك جسم اخر مثلا ترمي كره معينه فتجي الكره تحركها الى تايم لاين معين ثم ترميها اي تايم لاين، ثم تجيب الشبكه وتخليها فيها وتصبح وكانما انت تلعب كره سله. وهذا معروف بالنسبه للكثيرين انه هو الماكرو ميديا فلاش. الماكرو ميديا الدايركتر ايضا هو يستخدم للموفيز تو كرييت انتركتيف برزنتيشن. ات از فيري باورفول ان انكلود ا بيلت اند سكريبتنج لانجويج لينجو that allow creation of complex interactive movies. هذا يستخدم من أجل صناعة الأفلام اللي فيها أمور كثير معقدة وتجذب الانتباه، وبالتالي تحصل على موفي ينفعك كبزنس. أيضا من المالتي ميديا أوثرينج الأخرى هي الأثر وورد، اللي هي راح الاوثرنج برودكت، راح طبعا المنتجات التاليف في المالتي ميديا بيست اون ايكونيك فلو كنترول الميتافور. والكويست ايضا هو من المالتي ميديا اوثرنج تولز. لكن انت المطلوب منك فقط ان ماكرو ميديا فلاش وماكرو ميديا دايركتر اللي هم اشهر اثنين، البقيه كثير ليس بالضروره ان تستطيع ان تتعامل معها. هذا هو محاضرة اليوم، وأتمنى أنه استفدت من عدها، وأي سؤال أنا حاضر لهذا الموضوع. هل وصلتكم المحاضرة كاملة؟ هلو؟ هلو؟ نعم دكتور. وصلت المحاضرة دكتورة، وصلت المحاضرة تمام؟ اي عشي لكم دكتور، بقى احنا نزلت الكلاس اي والله اعتذر لانه احيانا مشاكل عندنا في النت وهذه مشكلة. هذه المحاضرة ممكن نسجلكم اياها ايضا صوت وفيديو، ايضا نوضحها على القناة على اليوتيوب اللي يحب يشوفها. ايضا راح نعطيكم اياها اليوم، الدكتورة راح تنزلكم اياها باوربوينت تنزل لكم، ونسجلها باوربوينت زائد صوت، وبعد ذلك نحولها الى ام بي 4 اللي هو فيديو. طالع عندكم اي سؤال حتى لو بعد المحاضره بامكانك ان تكتب على الكلاس الي او زميلتي الدكتوره، واحنا حاضرين لاجابتكم فيها. وانتم راح تشوفون هسه انه الكمبيوتر فيه سوفت وير كثيره خاصه بالسي شارب او بالفي بي دوت نت، كثير من البرامج احنا سويناها وتعاملنا مع ملفات الصوتيه وتعاملنا مع ملفات الفيديو، وحتى اكو برامج انا سويتها او زميلتي ايضا معايا العام سويناها بالمحاضرات السابقه، انه بامكانك ان تتكلم ويتحول كلامك الى تكست، او العكس تكتب تكست ويتحول الى كلام، وبامكانك ان تسوي برودكشن يعني تصير مخرج وتقطع الفيديو بالأجزاء اللي انت تريدها باستخدام التولز الموجودة. فأريد أشوف أي طالب أو طالبة عنده شوية واهس بالتولز اللي تطرقنا إلها يقدر يفيدنا، يأخذ مثلا فوتوشوب، يجيب لنا فوتوشوب يعطينا في نص ساعة زمان عليها ويجيب لنا صورة ويتلاعب في الصورة ويغير فيها حتى يشوفنا، أو الشخص الآخر المختص بالأدوبي بريمير بالفيديو، أو شخص آخر اللي عنده مثلا ماكرو ميديا فلاش يقدر يتلاعب بهذا الموضوع. فايضا كل ما تقدم شيء كل ما تاخذ درجه اعلى ان شاء الله. اني اشكركم شكرا جزيلا، ونلتقي على الخير دائما اذا ماكو سؤال
تنتهي المحاضرة لهذا اليوم. تمام؟ تمام دكتور؟ دكتور. دكتور حضرتك يعني انت اليوم تكلمتنا عن الفرنت تولز، ان شاء الله بالمختبر ايضا يعني حناخذ الفوتوشوب، سويش ماكس ايضا يسوي لنا فلاش، برامج ممتاز الى اخره، يعني هم حنعطيه جانب لهذا الموضوع المهم بالمالتي ميديا شلون حضرتك تفرغت. نعم هذا شيء ممتاز جدا، واي سؤال عندكم ايضا بامكانك اذا على الجزء النظري بامكانك ان تسال اثناء مجيئك للعملي. اسالني او تسال زميلتي الدكتوره سهيله اي شيء ما فهمت احنا حاضرين لك، وهذا راح يعزز انه انت اليوم بالعمل عندك ما يخص الفوتوشوب او الفيديو الى اخره، فاحنا مسرورين جدا انه يكون التطبيق العملي والنظري متقاربين ان شاء الله. بالتاكيد دكتور، يعني حتى المختبرات الانيميشن يمكن هذا الاسبوع كان مادتنا البارحه بدوري. ممتاز ممتاز ممتاز، وهكذا يعني تطرقنا كل اجزاء المالتي ميديا وحناخذ القادم. والله ما مقصرين دكتوره، والطلاب ما شاء الله عليهم يحضرون، وانا بشوف انت دائما اذا تيجي تشوف المالتي ميديا شوف قناه الام بي سي، شوف الاعلانات، شوف هاي كل الاعلانات اللي تشوفوها صوت وصوره ونص وانيميشن كلها مالتي ميديا، شوف العالم عايشه على الاعلانات. انا عندي زوج اختي يشتغل في الاذاعه مونتاج فيديو صوت، العفو مونتاج شغل انت مونتاج ناس يعني موجودة خصوصا موجود وامورها موجودة يعني وظيفته انت انه هو مونتاج. ايه لانه دكتوره او بالنسبه للشباب وبناتنا الطالبات انه المالتي ميديا اصبحت في كل شيء اليوم، انت موبايل سجل بي فيديو، سجل بي حفله، سجل بي اغنيه، سجل بي لقطه، كل الموبايل مالك كله عباره عن شوف الفورمات مال الايميج الموجوده فيه، شوف الفورمات مال الفيديو، شوف حتى انت اليوم بالموبايل حتى من تريد تسجل فيديو طويل وتبعثه، طبعا هم بالواتساب او الفايبر راح يقطعوا لك اياه، ليش؟ لانه عندك سايز معين، بس انت عندك فاسيليتيز بالموبايل بامكانك ان ما تاخذ اللقطات الاولى، تاخذ اللقطات الاولى يعني تحرك السلايد بحيث انه انت تختار المكان او اللقطات اللي انت تريد توصلها للشخص المقابل. ومنشوف التلفزيون الام بي سي وتشوف مثلا ام بي سي 4 ولا ام بي سي 1 ولا غيره، تشوف يعني الدنيا كلها المالتي ميديا كلها موجوده هنا، وشوف الاجهزه والتولز الناس تتعامل معها، ومن نشوف الافلام العالميه ايضا راح نشوف قمه المالتي ميديا موجوده فينا والاجهزه المستخدمه. بس احنا نحاول نعطي كفندمنتالز لانه على اساس احنا في المستقبل على اساس نجيب كاميرا فيديوين، نجيب كاميرا للصور الثابته ونسوي مونتاج ونقطع ونسوي مختبر كانما استوديو، بس تعرفون الظروف اللي صارت بالبلد، الظروف الماليه منعتنا من نحقق هذا المختبر، بس ان شاء الله الله يجعلنا ويجعلكم طيبين، وان شاء الله نسوي هذا المختبر بالمستقبل وترجع بغداد وترجع الجامعات ويرجع البلد باحسن صوره باذن الله. اشكركم مره ثانيه ونلتقي على الخير دائما ان شاء الله. اشكركم. بمال الله. لا بس ابقوا يا ريت تغادرون الكلاس، بس اريد اشوف حضوركم اتاكد منه. اللي ما راح اذكر اسمه طلاب فقط يقول لي انه اسمه يعني ما مسجل يعني حضور، لان الحضور بعدين ان شاء الله يعني يتحول لجنة الغيابات. بس انتبهوا يا طلاب بس على الاسماء. ايلاف، ايلاف حسين، ايه ستار، تهاني، جنان، حسن، حوراء، حوراء بهاء، حوراء حسن محاضرة، زينب علي، زينب علي عبد المحسن، سارة عماد، سجا سنان، سراء عبد الله، سعد، شرف الدين، عائشة، عبد الله محمود، محمد، محمد فخري، مرتضى، مصطفى حاتم، مناف، نور عدنان، يسر، يوسف، بعد عندي رسل ضياء وعباس حسين وايضا مريم ثامر. طلاب الكل اسمه يعني انذكر. نعم دكتوره. تمام يعني هيك. نعم دكتوره. بدي تنزل لكم يعني شغلات حضور السوالف يعني خاف يعني على وجودكم. وطلاب اكو شغله ايضا هماتين
الفيديو مال المحاضرة السابقة نزل لليوتيوب، يعني حاولوا دائما تتابعون الشانل يعني أول بأول، نحاول ننزلها. تعرفون أحمد خالد؟ أحمد خالد لا سجلته، عذرا موجود يعني، تمام أحمد. أي فحاولوا تتابعون الشانل أول بأول طلاب، ويعني الفيديوهات موجودة، لكن شلون ذكر الدكتور إنه يعني شوي بالإنترنت حجم الفيديو شوي كبير، فمرات يصير عندنا تأخير برفع الفيديو اليوتيوب. أكيد كلكم يعني تعرفون مشكلة الإنترنت. يوسف، يوسف موجود اسمك؟ أوكي طلاب، إذا ما عندكم أي شيء يعني ممكن ننهي المحاضرة. تمام، عاشت ايدك دكتورة وممنون منك، ولدي وطلابنا يبقون ولدنا وبناتنا، وإن شاء الله إحنا في خدمتهم إن نهاية الكورس راح يشوفون الكورس كلش ممتع، وقدر ما نستطيع أن نوصلكم المادة بالشيء اللي أنتم راح ترتاحون إن شاء الله عليه وتستفادون من عندنا بيه. شكرا لكم، ونلتقي مرة ثانية إن شاء الله. شكرا جزيلا دكتور ممنون، شكرا طلاب، تقدرون تغادرون الكلاس، مشكورين.